آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. عاوزين نتكلم في 10 دقائق عن التجربة في سفر يونان النبي. عاوزين نتكلم في 10 دقائق عن التجربة في سفر يونان النبي. احنا عندنا 3 تجارب في سفر يونان. التجربة الأولى هي تجربة العاصفة، والتجربة الثانية هي تجربة الحوت، والتجربة الثالثة اللي ربنا اداها اليونان هي تجربة اليقطينة والدودة اللي كلتها. في الحقيقة حياة الإنسان بتتقدم باحتماله للتجارب. يعني في إنسان بيقف عند التجربة وحياته بتقف عند اللحظة اللي هو تعرض ليها لتجربة معينة، وفي ناس عايشة بالتجربة وبتتقبلها بشكر وبتطلب دايما من ربنا إنه هو يقف معاهم ويسندهم. وده الأسلوب الروحي السليم اللي المفروض الإنسان يواجه بيه التجربة، لأنه الإنسان اللي قريب من ربنا مش بعيد عن التجربة لكن مسنود جواها. ده الفرق بين الإنسان البعيد والقريب. الإنسان القريب من ربنا مجرب، لأن كثيرة هي أحزان الصديقين ولكن من جميعها ينجيهم الرب. يعني ينجيهم مش معنى كده أنه بيبعدها عنهم، لا، بيشيل التأثر النفسي بتاع التجربة من جواهم، بيخليهم يتعاملوا معاها وهم شاكرين ربنا وهم متقبلين الوضع ده. لكن ما فيش إنسان روحي تقريبا معداش بأكتر من تجربة في حياته، وبمقدار احتمال الإنسان للتجربة بمقدار الدرجة الروحية اللي هو بيطلع عليها. كل ما الإنسان يحتمل تجارب وتمر عليه تجارب بيدوق ربنا في التجربة وبيختبر ربنا ويبقى فيه عشرة ما بينه وبين الله. التجربة الأولى هي تجربة العاصفة، والتجربة دي علشان يونان يصحى يستيقظ. في تجربة بتيجي للإنسان عشان تقوله قوم خد بالك، انت نمت شوية، انت نسيت، انت كسلت، انت كان ليك خدمة حلوة وكان ليك صلوات كويسة وكنت بتعمل حاجات كتير حلوة، مالك كسلت ليه، نمت ليه؟ ودي تجربة بتبقى عادة بسيطة كده، كأن الله بيعمل الإنسان إيه، بيديله كده إشارة وإنذار عشان يقوم ويصحى يستيقظ يعيد حساباته مرة تانية. يونان نزل في جوف الحوت زي ما تقال يونان نزل، وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة والضجع ونام نوما ثقيلا. نام خالص، نسي خالص الخدمة بتاعته، نسي الأيام الحلوة اللي هو قضاها مع ربنا. ما هو علشان يكون نبي لازم يكون ليه اختبارات روحية مع الله، وكان ليه لازم علاقة مع الله. العاصفة كانت بالنسبة ليونان جرس انذار علشان يقوم ويصحى نفسه وينتبه ويتذكر انه في مسؤولية عليه وانه في وصية لازم يعملها. وده جرس انذار لكل انسان، مش بس اليونان، كل إنسان مننا مهما بلغ درجته الروحية ساعات ينام في السكة، ساعات يكسل، ساعات ينسى ويأجل. فدي كانت تجربة مهمة. عشان كده لما البحارة واجهوه بدأ يتذكر ويقول كده: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. بدأت المخافة في العاصفة، ولما بتبدأ المخافة تبدأ معاها الإنسان يتذكر ويستعيد نفسه. ومع بداية المخافة بدأت الكرازة. إزاي؟ البحارة ما كانوش يعرفوا ربنا، عرفوها من خلال العاصفة ومن خلال يونان. عرفوا ربنا لأنه فجأة البحر هاج وفجأة البحر سكت. الله، مين اللي يقدر يعمل كده؟ هم كبحار عارفين ان ده مش ممكن يحصل ابدا بشكل طبيعي. العاصفه بيبقى ليها مقدمات
ولما تنتهي بيبقى ليها برضو مقدمات في النهاية، لكن تقوم مرة واحدة وتسقط مرة واحدة هذا لا يستطيع أن يقوم به إلا رب البر والبحر فقط. عرف أنه إله السماء الحقيقي هو إله يونان. طيب، في التجربة الإنسان يتذكر مخافة الله. ناخد بالنا أنه إحنا حياتنا كلها ما بين حاجتين، المخافة والمحبة. كمال الحياة الروحية هو المحبة الكاملة، المحبة الكاملة، لأن إحنا بنوصل للمحبة الجزئية في حياتنا، في لحظات معينة من حياتنا بنقدم حب لربنا، لكن بتكون حب مش كامل، حب مؤقت. لكن المحبة الكاملة التي تطرح الخوف خارجا اللي تحدث عنها القديس يوحنا في رسالته الأولى دي لا يصلها إلا الشخص اللي ماشي في طريق الكمال والقداسة من فترة طويلة. فأول ما العاصفة قامت خاف الرجال، يقول كده الكتاب، فخاف الرجال خوفا عظيما. ولما نبدأ الخوف العظيم نبدأ معاه الصلاة إلى الله. الإنسان يرفع قلبه ربنا بقوة لما يكون في تجربة يكون خايف منها، يصرخ. كلنا ممكن نصلي لكن في التجربة نصرخ بشدة. يعني إيه نصرخ؟ نصرخ مش معناها أن احنا نقعد نزعق يعني ونقول أصوات عالية، لا، نصرخ معناها أن كل مشاعرنا وكياننا بيبقى موجه لله وذاتنا بترجع لورا تنسحق. ما الإنسان، أي إنسان عنده ذات والذات بتاعته ما بتسفرقوش والكبراء بتاعه ما بيسيبوش أبدا، لكن في التجربة لما تكون تقيلة بينسى كل حاجة. هو بقى في المشكلة اللي هو فيها، تقول له ذات، تقول له كبرياء، منلاقي ناس متكبرة جدا وقت التجربة بتخضع وتسجد وتطلب الصلاة من أجلها ويبقوا يعني متواضعين جدا جدا، لأنه الإنسان بينسى نفسه. التجربة بتخليه ينسى كبرياءه وينسى شهواته، هو منتبه للمشكلة اللي هو فيها وعاوز يخلص منها أو عاوز ربنا يسنده فيها. عشان كده أول فخاف الرجال خوفا عظيما، وبعدين بدأ كل واحد يصرخ لإلهه. ده اللي عملوه، رموا، عملوا اللي عليهم كبشر، رموا الأحمال الزيادة عشان السفينة تخف، وده اللي يقدروا يعملوه، ده التدبير والحكمة البشرية. لكن في الحقيقة البحر زاد هيجان، ما عندهمش غير أنه يطلبوا معونة من قوة أكبر بكتير منهم، فصرخوا وصلوا. وساعتها ربنا عرفهم بموضوع يونان، ولما صلوا ربنا وعرفوا موضوع يونان وبدأوا، ما كانش عندهم حل غير ان هم يرموا يونان، رفضوا. قالوا ايه؟ آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ما كانوش عاوزين يرموا يونان. في التجربة عرفوا الإله الحقيقي، وفي التجربة صرخوا وصلوا، وفي التجربة قدموا بعد كده ذبيحة. لما رموا يونان يقول كده، فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، لما رموا يونان والبحر سكت قالوا كده، فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نزورا. ذبحوا ذبيحة ونظروا نزورا. الذبيحة في العهد القديم كانت ذبيحة حيوانية، معزة، خروف، طور، على حسب الواحد بيذبح. في العهد الجديد الذبيحة روحية، ذبيحة التسبيح، ذبيحة الصلاة، ذبيحة صلب الفكر بالكامل. صلب الفكر معناه ان انا فكري كله يبقى متجه في اتجاه واحد بس، ما فكرش غير في ربنا. ذبيحة التسبيح اللي هو ان انا عمال اذبح ربنا، اشكره، اتأمل في صفاته الحلم. دي الذبيحة في العهد الجديد، ذبيحة روحية. يبقى كانت التجربة سبب في انه البحارة يعرفوا الاله الحقيقي، وكان سبب في انه يونان يصحى ويعترف بالخطأ بتاعه، قال كده، أيوة أنا غلطان. إذن البداية هي الخوف، هي دي بداية العلاقة مع الله. وبعد بقى فترة من العشرة والاختبار بتيجي المحبة. الملاحين كان عندهم استعداد لأن هم يقدموا قلبهم لربنا، بس ما كانوش عارفين الإله الحقيقي، كانوا محتاجين لآية معجزة تحصل قدامهم عشان يؤمنوا، وخلصوا عن طريق التجربة وصحي يونان واعترف بالله واعترف بخطأه. دي التجربة الأولى. التجربة الثانية الحوت، ودي تجربة صعبة.
يعني إيه؟ مش تجربة صعبة علشان بقصد إنه الحوت بلع يونان، لا، تجربة حوت معناها الرمزي إنه تيجي تجربة شديدة تقيلة تبلع الإنسان وتغير كيانه، تغير حتى نظرته للدنيا المحيطة بيه. ممكن يكون مرض شديد ميبقاش ليه علاج سهل، أو مرض أدى لحالة من حالات الإعاقة الدائمة، أو الإنسان فقد واحد عزيز وبيحبه قوي، قريب منه وبيحبه قوي، ونتيجة فقده لهذا الشخص العزيز عليه غيرت حياته تماما، فالتجربة بلعت الإنسان، أصبح مش قادر يخرج منها، انتهت حياته في اللحظة اللي حصلت ليه التجربة. زي إنسان يحصل له حادثة ونتيجة الحادثة يبقى إنسان مثلا عنده إعاقة قوية، اتغيرت حياته واتغيرت نظرته للحياة، اتغيرت حتى نظرته للي حواليه، طموحه كله اتغير، كل آماله وكل تخطيطه لحياته ممكن يكون اتغير. فدي تجربة جديدة بلعت الإنسان، وفي هذه التجربة الإنسان بيعمل حاجة من اتنين، يا إلا بيفضل متذمر تذمر شديد ويتمنى الموت لنفسه بينه وبين نفسه، يا إما الإنسان يصلي صلاة جديدة والنعمة تشتغل معاه فيقدر يحتمل التجربة، النعمة تخليه يحتمل التجربة ويخليه فوق التجربة، هو موجود فيها بس مش حاسس بالأثر بتاعها السيء. وده اللي احتاجه اليونان، يعني البحارة احتاجوا لعاصفة، ونينوى احتاجوا الانذار، يونان احتاج لحوت يبلعه علشان يتغير ويصلي. ودي تجربة معناها تجربة شديدة قوي الانسان اتعرض ليها، والشاطر اللي يقدر ان هو يحتملها بشكر ويطلب من ربنا ان هو يقف معاه ويسنده. في يوم من الايام واحدة سيدة فاضلة وكانت قريبة من ربنا جدا وبتعمل أعمال حلوة كتير، وكان لها طلبة واحدة بس، تقول له يا رب خدني صحيحة سليمة وما تمرنيش سرير المرض وما تجربنيش في صحتي، خدني أنا عاوز أبقى معاك بس ما تخلينيش أعدي بتجربة المرض والألم والنوم على السرير. وبعد فترة اتعرضت لمرض شديد ورقدت في السرير وزعلت واتضايقت، بدأت بعض الناس تيجي وتعزيها وتكلمها فغيرت طريقتها، قالت طيب ما نشكر ربنا على اللي هو الدهوني ده، يمكن صحيح يكون سبب مجد ليا وسبب عزاء وسبب مجد أبدي ليا وإكليل في السماء بعد كده هاخده. وبعدين بقت زعلانة لأنه الله أنا كنت بخدم وكنت بروح وكنت باجي، طب ودلوقتي أنا مش قادرة أروح ولا بعمل حاجة، فزعلان عليها نفسها أنها ما بتعملش حاجة. قالها بعد كده كاهن، اب كان، قال لها طبعا اقول لك على حاجه يا فلانه، قالت له ايه؟ قال لها بصي انا عندي 5 اسماء دول ما بيجوش خالص الكنيسه واحنا تعبنا معاهم، ايه رايك اتصلي بيهم بالتليفون وحاولي معاهم، دي مهمتك، تتصلي بيهم بالتليفون كل يوم، اللي يرد يرد اللي ما يردش ما يردش، واللي ربنا يديهولك من كلام قوله لهم. قالت له طيب يا بابون. هو شافت كده ان ابونا كانه هو يعني بيرقف بحالها يعني وبيقولها حاجه كده علشان يعني تسكت، قالت بس هنكون أمينة يعني. بدأت تتصل يوم بعد يوم، الناس بدأت تيجي، والخمسة بقوا 10 وبقوا 15، وبقت طول ما هي قاعدة على السرير في عندها تليفونات، يا ناس بتتصل بيهم عشان تصللها، يا ناس هي بتتصل بيهم علشان تكلمهم عن المسيح. واكتشفت وهي على سرير المرض انه عدد الناس اللي عرفوا ربنا عن طريقها وهي نايمة كده أكتر بكتير من عدد الناس اللي عرفوا ربنا وهي كانت بتخدم وتروح وتيجي. ده عمل الله في التجربة، تجربة جديدة، دي حياتها انتهت أبدا، دي حياتها ابتدت ما انتهتش، دي خدمتها خلاص مفيش خدمة خلاص بقى، لا دي خدمتها بدأت وهي هنا فقط لأنها احتملت التجربة بشكر. هو ده اللي مطلوب في التجارب الشديدة اللي زي تجربة الحوت. التجربة الأخيرة اللي هي اليقطينة والدودة، دي تجربة للتعليم والتوبيخ. يعني التجربة الأولانية كانت تجربة إيه؟ بالنسبة لليونان اصحى استيقظ افتكر ما تنساش، بالنسبة للبحارة طبعا دي غيرت حياتهم وخلصتهم.
التجربة التانية كانت تجربة جديدة، بيتبلع الإنسان، بيتبلع فيها خالص، بينسى نفسه، بينسى ذاته، بينسى حياته الأولانية. هو في موضوع ومشكلة الله أعلم بين الحياة والموت، مش عارف هيعمل إيه. التجربة التالتة دي للتعليم والتوبيخ. يا يونان، المحبة مش إنك أنت تحب قريبك بس، اليهود اللي زيك، المحبة إنك أنت تحب كل الناس بدون تفرقة، هي دي المحبة الحقيقية. يا يونان، أنت بتحب نفسك بزيادة، عليك إنك أنت تحاول تحب الآخرين. طيب بلاش، تعالى يا يونان أفهمك أنا عملت كده ليه. فإدى ربنا موضوع اليقطينة والدودة، قال له أنت زعلان على اليقطينة اللي كانت بنت ليلى، هي اتولدت وبنت ليلى راحت وخلاص وماتت. طب والشعب ده اللي بقاله سنين طويلة، اللي فيه 12 ربوة، يعني 120,000 واحد، لأن الربو 10,000. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي بها 12 ربوة غير عديد من البهائم والطيور؟ يعني أنت صعبان عليك يا قطينة، ما شفتهاش غير يوم. طب وال 120,000 دول اللي بقالهم اتربوا معايا وليهم علاقة وعرفهم بسنين طويلة، أسيبهم كده وأعاقبهم كده بسهولة؟ ما اديهمش فرصة يا يونان. فربنا حب يديله درس في المحبة، درس في المغفرة، درس في ان انا انسى نفسي من اجل الاخرين، انه لازم ابص للامور مش عن طريق نظرتي الضيقه، لا، عن طريق النظره الواسعه. ناس كتيره تبص للناس الخاطئه تقول لك ده خاطي، ده وحش، والله يقول ابدا ده تائب. زي المراه الخاطئه لما جت عند السيد المسيح وبكت، فبص لسمعان وقال له اتنظر هذه المراه، انت شايفها؟ اه شايف؟ لا مش شايفها. اه قدامي؟ لا انت مش شايفها بنفس عيني، انا انت شايفها بعين الادانه بتاعتك انت، لكن انا شايفها بعين التوبه بتاعتها، انا شايفها واحده تايبه، انت شايفها واحده خاطيه. انا برضو شايف اهل نينوى كده، ناس تابوا، انت شايفهم ناس امميين، انجاس لا يستحقوا غير الموت، وكده ولا كده ما لهمش، خلاص هم هيموتوا في خطيتهم. كان اليهود يبص للامم ويتكلموا ويقولوا عنهم انهم كلاب ما يستاهلش. والانسان اللي ظل سمير يمر على يهودي، اليهودي يستحق يغتسل 7 مرات. شوفوا نظرتهم للناس اللي مش يهود قد ايه ضيقه ووحشه. لا لا، ما ننظرش للناس كده. لو بصينا كنا لشاول الطرسوسي بهذه النظره كمسيحيين، ونقول يا رب انتقم لكنيستك وخد الراجل ده، كنا فقدنا اعظم كارز للمسيحيه. ولو كنا بصينا لواحد زي اريانوس ولي انصنا وقلنا يا رب انتقم منه وورينا فيه يوم، كنا فقدنا واحد من شهداء المسيحيه. ربنا ليه اسلوب وليه تدبير وعاوز يخلص الكل. علينا ان احنا نتعلم من التجربه الثالثه حته المحبه، وعلينا نتعلم من التجربه الثالثه دي ان احنا نصبر على الناس شويه. في ناس عاوزة شوية وقت عشان ييجوا، لكن هييجوا. ربنا يعطينا ان احنا نتغلب على كل تجربة بنمر بيها، وان احنا نعيش دايما لمجد اسمه القدوس، ويعود علينا الايام بخير، والسنة الجاية الكنيسة تكون مفتوحة بدون حجز وبدون كورونا، ولله المجد دائما ابدين امين. كل سنة وانتم طيبين.